الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن على تسليم المهام للوزراء الجدد، ويوجه رئيس الوزراء لإنجاز المشروعات في المواعيد المقررة. ووزير المالية إعادة تقييم الدولار الجمركي بصفة نصف شهرية. ودول الجوار تتفق على بنود الحل السياسي في ليبيا. ورئيس البرلمان في مؤتمر المحاكم الدستورية الإفريقية: أنتم ضمان التطبيق النظام القانوني. وبعد 5 أعوام على مذبحة بورسعيد، النقد تسدل الستار بحكم إعدام نهائي وبات لـ10 متهمين وسجن 41 آخرين.